بون السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة تاعكم قناة تكنومان. كالعادة معكم أسامة وديما نجيكم بجديد. الفيديو تاع اليوم يا جماعة ما راح نطول في المقدمة بزاف، هو واحد الفيديو اللي كل جزائري، يعني كل جزائري حاب يخدم، حاب يدخل في مشروع، حاب يدير دراهم، هذا الفيديو راهو ليك. يعني هذا الفيديو مهم بالبزاف للناس اللي حابة تدير دراهم. وكيفاش راح نديروا دراهم في هذا الفيديو؟ تقدر انت كجزائري تقدر تلحق مليون زوج ملايين في السمانة عادي، لكن بشروط. لازم تتبعني غاية في هذا الفيديو، تركز معايا غاية وتفهم واش راح نقول. ان شاء الله تكونوا كامل معايا درجة بدرجة في هذا الفيديو. اليوم راح نتكلموا على واحدة الشركة الجزائرية اللي اسمها مارتشيب، اللي تكلمت عليها سابقا في فيديو مقبل، وراح توجدوا ان شاء الله في اخر هذا الفيديو. تبعوا غاية اللي حاب يفهم الخدمة كيفاش. تكلمت على هذه مارتشيب. هذه مارتشيب واش هي؟ هي شركة جزائرية تعمل في مجال التسويق الشبكي ولا التسويق العلاقاتي، وتقدم لك مجموعة من الخدمات اللي يحتاجها كل جزائري، وراح نتكلموا عليها في الشرح التطبيقي ان شاء الله. مع هذه الشركة تاع مارتشيب يا جماعة، المؤسس تاعها اللي سموه اسماعيل علالي، واللي كان عايش في كندا، واللي عنده خبرات بزاف وعنده بزاف شهادات، اسس هذه الشركة هنا في الجزائر باش يعني يقدم الخدمات تاعو للشعب وللمجتمع الجزائري، وباش يفيد الناس ويخلي الناس تدير دراهم يعني هما تاني. بون جماعة، حاب نتكلم في المقدمة على هذه الحاجة، خاطر الخدمة يعني داخلة فيها شوية. حاب نتكلم على الناس اللي تجيني في التعليقات وتقول لي بلي هذا المجال تاع التسويق الشبكي حرام. جماعة، المجال تاع التسويق الشبكي كاين اللي حرام وكاين اللي حلال، ماشي كاع حرام. ماشي تسمعوا هضرة الناس يقولوها ديروها في ودنكم، وتروحوا تخبروها الناس واحد اخرين الناس يديروها في ودنهم وهي تمشى. اي حاجة لازم نتأكدوا منها ولازم نوثقوها باش نتكلموا عليها، ماشي غير نتبعوا في الناس واش دير. كاين اللي ما يبغيلكش تنجح يا جماعة، ديروها في ريسانكم. كاين اللي ما يبغيلكمش النجاح يدير هذه السبايب باش توما ما تنجحوش كيما هو ما نجحش. هذا مكان التسويق الشبكي هو معنى عام لمجموعة من الأنظمة التسويقية. كاين نظام ثنائي، كاين الهرمي، كاين سداسي، كاين رباعي، كاين الهجين، كاين الحرام وكاين اللي حلال. النظام تاع اليوم هو نظام ثنائي اللي تخدم به الشركه واللي تقدروا ديروا منها دراهم. على بالي بالك ماكم فاهمين والو، بصح مين نروحوا للشرح التطبيقي دوكا راح تفهموا انتم. المهم ركزوا معايا في هذا الفيديو غايه وفهموا بلي هذه شركه ماهيش حرام. هذه شركه عندها منتجات، عندها خدمات تقدمهم لكم تستفادوا منهم، يعني عندها مقابل تستفاد منه، وتقدروا ديروا دراهم عبر الترويج لهذه الشركه. برك تبعوا غايه الفيديو تاع اليوم، ما تنساوش توصلوا لنا هذا الفيديو 400 لايك. اللي ما راهوش فاهم ولا اللي مين كمل هذا الفيديو وشاف الفيديو زاوج تاني ما فهم والو، راح نترك لكم رقم الهاتف تاعي والفيسبوك تاعي للتواصل معي اسفل هذا الفيديو ولا في الوصف ان شاء الله. تبعونا يا جماعه ويلا نبداو. بون خوتي، السلام عليكم جديد. كما معكم اسامه. كما تكلمنا سابقا قلنا باللي راح نتكلموا على هذه الشركه تاع مارتشيب. هذه شركه تاع مارتشيب واش هو الهدف تاعها، واش راهي حابه دير الشركه تاع مارتشيب؟ الهدف تاعها انها توصل الخدمات تاعها لكل عائله جزائريه، حيث ان هذه الشركه غادي 100 ابوني فيها. وراح نتكلموا دوكا على الخدمات تاع الشركه، نتكلموا على الاشتراكات تاع الشركه ونظام الربح تاع الشركه. الناس اللي حابه تفهم هذه الشركه بالالف الياء، راني داير ديجا فيديو عليها يا جماعه، دوك نوريه لكم هنايا، روحوا ليه مباشره اذا حابين تفهموا الامر بالتفصيل. يعني شوفوا معايا هنايا، نزلوا راهي هيا يا جماعه. للجزائريين ربح اكثر من 2600 دينار اسبوعيا من منزلك مع شركه مارتشيب. هذا الفيديو اللي فيه 18 دقيقه راه فيه شرح مفصل للشركه وكل الامور الخاصه بها، راح نتركه لكم في اخر هذا الفيديو ان شاء الله، ولا روحوا وحدكم وتفرجوه مباشره. نروحوا لهذه الشركه دوكا. انا هذه الشركه من راح ننضم لها، ودوك نوريكم كيفاش تنضموا، واش لازم ديروا باش تنضموا، واش راح نستفاد انا، يعني واش راح نستفاد من هذه الشركه، واش راح تفيدني، واش هي الخدمات تاعها والمنتجات تاعها. راح نروح للطابلو دبور تاع الشركه هكذا دقيقه برك. جماعه كما راكم تشوفوا هذه الواجهه الرئيسيه تاعنا. كما هنا دراهمي راني خرجتهم كامل، وما زالت لي 6 ملايين و 150 الف كما راكم تشوفوا. 6 مليون راهي هنايا، تقريبا 6 ملايين و 200 مع هذا 50، 6 ملايين و 200 راني قارع باش نخرجها السمانه الجايه ان شاء الله اذا كتب ربي. نشوفوا الخدمات تاع الشركه يا جماعه. نروحوا هنايا، هنايا برودوي سيرفيس. بالنسبه للهاتف الامر يكون افضل يا جماعه، اللي عنده تليفون يخدم التليفون خير. من تروحوا سيرفيس هنا تصيبوا مجموعه من الخدمات. من اهم هذه الخدمات اللي تقدمها لكم الشركه هي الفليكسي. يعني مع هذه الشركه راح تولي تفليكسي من داركم سون ديبلاسمون، بلا ما ديبلاسي، بلا ما تخلص لي تاكس 1000 و 2000 زياده، يعني 10000 ب 10000، 100000 ب 100000. يعني راح تولي تفري كامل اموراتك من الدار. باغ اكزومبل خصني فليكسي جيزي، نضرب فليكسي ندير برك شحال خصني بيها فليكسي، رقم الهاتف، لا لين اللي راني باغيها، ميلينيوم، ليبرتي، هايله هايله بزاف، وندير اوكي فليكسي وصلني في ثواني. مانيش باغي فليكسي، راني باغي لي بون. نضرب كارد روشارج،
مثلا هنا يقول لك كريبتي ستوب، ندرو كارد دو شارج نختار شحال راني باغي كارد دو شارج اللي راني باغيها ويعطوني البون تاعي عادي. نفس الشيء بالنسبه لجيزي، بالنسبه للموبيليز، حتى انترناسيونال وموجوده. يعني اول خدمه راح تستفاد منها انك راح تولي تفليكسي من داركم بلا ما ديبلاسي، ولا تفليكسي في اي بلاصه راك فيها، راهي زوج تاع الليل 4 تاع الصباح تفليكسي عادي. يعني راح تستفاد من هذه الخدمه، ما تولي ديبلاسي، ما تروح عند لي كوزميتيك، ما والو. ثاني خدمه مثلا نتكلموا عليها اللي هي الانترنت، يعني راح تولي تخلص الكونيكسيون تاعك تاع ايدوم ولا تاع كاجي من داركم. مثلا عندك ايدوم تاع 50 100 200 300 ويعني ما تحتاج ني فيكس ني والو، يعني برك ديرها اوتوماتيك، تضرب اشيتي تكتب الفيكس تاعك هنا ودير اوكي يوسط تاكتيفي الكونيكسيون تم يا جماعه. نفس الشيء بالنسبه لكاجي كما راكم تشوفوا، ما تحبوش اوتوماتيك، تحبوا يعني بون، يعني كيما تاع الاجيتيكم ديروا مانيال وديروا اشيتي يعطيكم بون تاع 50000 عادي ولا تاع 100000 ولا كيما تحبوا. يعني هادو اللي راح تستفادوا منهم خدمات، يعني تولي تخلص الكونيكسيون تاعك من الدار، ما تروحش لاجيري تيليكوم، ما ديبلاسي، ما تطلع مع غاشي، ما والو يا جماعه. مثلا خدمه واحده اخرى نتكلموا عليها اللي هي، نعم نروحوا لخدمه واحده اخرى اللي هي من اهم الخدمات اللي هي نروحوا للروتري. هنا كما راكم تشوفوا بيي فو فاكتير، يعني تخلص الفاتورات تاعك تاع الغاز الماء الضو تليفون. يعني فقط تروح هنا تختار الفاتوره اللي راك باغي تخلصها، دير هنا شحال جاتك الفاتوره، دير الايميل تاعك باش يرسلوا لك الريسي، يعني الريسي تاع بلي خلصت فاتوره، وتصور لهم الفاتوره هنايا هكذا ودير لهم اونفاي، هنا دير لهم اونفاي لا دوموند، تخلص الفاتوره من داركم بلا ما تروح تقارع مع الغاشي بلا والو. زيد واش كاين تاني؟ كاين تاني حتى كاين لي لوجيسيال صوالح تاع الويندوز صوالح تاع الكمبيوتر، يعني هادو كامل لي لوجيسيال هادو كاينين يا جماعه. كاسبيرسكي كما راكم تشوفوا يعني فيها بزاف، مام البين سبور يا جماعه، وراهي تلفزيون. الناس اللي عندها البين سبور ولا اللي تحب تخدم البين سبور، تجديد الاشتراكات ولا اشتراك جديد، يعني الديمو اللي تحبوه وباسعار، يعني اسعار كما نقولوا رمزيه يا جماعه. زيدوا واش كاين تاني؟ كاين حتى شوبينغ، يعني الناس اللي حابه تشري هواتف امور كذا باسعار جيده يا جماعه. زيدوا واش كاين تاني؟ يعني كاين بزاف صوالح يا جماعه، كاين ايفينمون، فورماسيون، ريزرفاسيون، يعني هادو كامل خدمات راح تولي تستفاد منهم بعد ما تنضم لهذه الشركه يا جماعه. نتمنى ان الجزء الاول فهمتوه. بون اي شركه في مجال التسويق الشبكي باش تدخل وتستفاد من الخدمات والمنتجات وباش تربح دراهم لازم لك اشتراك، يعني لازم لك تخلص اشتراك سنوي. كل شركه واش حتطلب لك؟ يطلب لك مليون، كاين لي زوج، كاين ثلاثه، كاين لي 5 ملايين، كاين لي توصل حتى 50 مليون. في مارتشيب الاختيار راهو ليك انت. كيفاش الاختيار؟ اذا رحنا هنايا ابونمون، هنايا رحنا الابونمون عندك اختيارين، عندك اختيار هنيني ب 480000 للعام، يعني عام كومبلي ب 480 تستفاد من كامل الخدمات، زيد او مانطون تقدر تدير دراهم مع الشركه. الاشتراك الثاني اسمه افر ب 2 ملايين و 200 للعام، وتقدر دير دراهم مع الشركه. لكن الفرق يا جماعه اني انا كما راكم تشوفوا راني داير افير يا جماعه. علاش راني داير افير؟ باسكو فيه امتيازات بزاف على هنيني. نتكلموا شويه دوك على هذه الامتيازات بعد ما تدخل الشركه ودير هنيني. اذا درت هنيني روحوا هنايا، راني كاتب كل شيء يا جماعه في المدونه اللي حاب يقرا ويشوف. بون الخدمات راني كاتبهم لكم هنايا كاملين. الاشتراكات عندك اشتراك هنيني 480000 للعام للناس اللي ما عندهاش دراهم، يعني هنيني هنيك تا واحد ما عندوش ويحب يشارك. المميزات تاع هذا الاشتراك انك تستفاد من خدمات الشركه، تقدر تربح الاموال من تسويق الشركه، عندك الماكسيموم اللي تقدر تخرجه في السمانه، يعني الحد اللي تربحه دراهم وتقدر تخرجه في السمانه 2 ملايين و600 في هنيني، ما تيكش تفوتها، يعني ما تيكش تفوت 2 ملايين و600 في السمانه. وعندك اي واحد دخلها ويابوني معك تدي عليه 50000، يعني سواء جبتها انت ولا جابوه اللي معك ولا اللي معاه معك تدي عليه 50000. لكن افر يا جماعه تاع 2 ملايين و200 مميزات يعني كبيره بزاف، ويعني ديفيرونس كبير، واللي على جالها انا دات افير شوفوا المميزات. عندك ثاني تستفاد من الخدمات، تقدر تربح دراهم، الماكسيموم اللي تقدر تخرجها في السمانه ماهيش 2 ملايين و600، 7 ملايين و600 يا جماعه، يعني تقدر تدي دراهم اكثر. وكل واحد دخلها ما تديش عليه 50000 افير، كل واحد يجيك افير تدي عليه 200000 يا جماعه. زيد حاجه واحده اخرى انهم يعطوك 3 باقات هنيني تقدر تبيعها ولا تعطيها لاصحابك. مثلا انا راه معطيني 3 بعت وحده باقي لي زوج، راكم تشوفوا معايا هاي راه هنايا نضرب هنايا يعني كونيكسيون طويله. المهم هنايا هادو هنا يعطوك 3، انا بعت وحده باقي لي زوج، بعتها 500000 الوحده يا جماعه، يعني تبيعوها ب 500 الوحده تقدر تريكيبيري مليون ونص من دراهمك، يعطوك 3 باقات هنيني. لكن هذا الباقات هنيني هي للاستعمال الشخصي، يعني ماهيش للخدمه، فقط للاستهلاك ولا لصحاب لي كوزميتيك وكاع اللي حاب يولي نقطة بيع معتمدة عند الشركة ويتحصل على فايدة تانية، يعني اللي عنده كوزميتيك وحانوت حاب يدير دراهم تاني يقدر.
زيد يفتحوا لك متجر الكتروني تبيع فيه اي منتج عندك، يعني عندك تليفون طابلات بي سي اي حاجه حاب تبيعها، يعطوا لك متجر الكتروني تحط فيه هذه المنتجات وتبيعهم ويشروهم عليك الناس حاب افير. زيد تتحصل على واحد الميزه اللي على جهه انا دات افير واللي هي 50%. مثلا نقولوا سنا العام الاول بنيت فريق معك شباب دخلت مثلا 60 مليون، العام الجاي يعني العام الزوج كي دير تجديد الاشتراك انت وجماعتك راح تدي 50% من دراهم سنا، يعني تدي 30 مليون. هذا فقط مثال، هذه ما كاش في هنيني غير في افير بلا الناس الجدد اللي غادي يدخلوا وتزيد تدي عليهم ادراهم. هذا هو الفرق بين هنيني وافير يا جماعه. بون نتكلموا دوكا بعد ما تكلمنا على الاشتراكات تاعنا شحال تخلص وتكلمنا على الخدمات، نروحوا مباشره للنظام الربحي تاع اللي تخدم به هذه الشركه. الشركه تخدم بنظام ربحي، يعني نظام ثنائي. كيفاش نظام ثنائي؟ برك سمحوا لي هنايا ندير هكذا، نجي هنايا للريزو تاعي ندير فوار اون فون، شوفوا الريزو تاعي كيفاش داير يا جماعه. شوفوا يا جماعه هنا راه يقول لي عندك 45، يقول لي عندك 43 واحد، المهم عندي اكثر من هادو، عندي اكثر بكثير يا جماعه. شوفوا انا ندير افير من درك هنا، شوفوا الناس اللي جبتهم مثلا جبت دادر هنيني، دادر هنيني نزيد ندرك. شوفوا هنا هذا دار هذا دار، شوفوا يا جماعه راكم تشوفوا معايا، يعني هذه كامل شبكه يا جماعه، هذه كامل شبكه كما راكم تشوفوا معايا هنايا. شوفوا يا جماعه هذو كامل جاوا معايا يا جماعه، راكم تشوفوا راكم تشوفوا معايا هكذا، يعني هذو كامل جاوا في الشبكه تاعي يا جماعه. شوفوا معايا ها سيلا هذه مثلا، هذه شوفوا هذا هذا هذه يعني شبكه بنيتها. شوفوا هنا يا جماعه شحال افير كاين، هذا شوفوا الناس اللي تحب تدير دراهم. شوفوا يا جماعه هادو كامل افيرم ابونين معايا يا جماعه، شوفوا يعني هكذا باش تكونوا تشوفوا بعينكم باللي الناس راهي تدير افير، راكم تشوفوا معايا يعني. شوفوا يا جماعه هكذا نزيدو ننزلوا يا جماعه، سيبوا ثاني ناس مابونيا، يعني ها ولا افير واحد اخر، يعني شبكه كبيره اللي عندي، يعني شبكه رهيبه بزاف. اللي حاب يابوني في المجموعه تاعنا مرحبا به يا جماعه، يعني مرحبا به يخدم ويدير دراهم معنا، باسكو كل واحد يدخل معنا راح نعاونوه وراح نوقفوا معاه حتى الاخير يا جماعه. كيما راكم تشوفوا الشبكه راهي غير تزيد تكبر، يعني افير كيما راكم تشوفوا. المهم كيفاش هذه الشبكه تندير، كيفاش الخدمه تاع الشركه؟ الشركه واش تقول؟ الشركه تقول انك من نهار اللي تابوني اي واحد يجي في الشبكه تاعك من وراك راح تخلص عليه، يعني اي واحد تجيبه انت ولا يجيبه جماعتك ولا جماعه جماعتك ولا جماعه جماعه جماعتك وهي رايحه راح تدي عليه دراهم. كيفاش تدي دراهم؟ اي واحد يجيك هنيني تدي عليه 50000، يعني هنا كيما تشوفوا هذا هنيني راح ندي عليه 50000. هذا انا افير، هذا هنيني هكذا دقيقه برك يا جماعه. مثلا انا جبت زوج هنيني راكم تشوفوا في البديه، يعني هذا طلعت لي عليه 50000 وهذا طلعت لي عليه 50000، يعني 100000 طلعت لي مباشره. مثلا هذا محمد هذا كيما هكذا، يعني محمد عباس هذا محمد جاب زوج تاع الناس هكذا، جاب عادل انا جبتو عادل المهم وجاب الياس، يعني تقدر تعاون جماعتك وتحط تحتهم هما يخلصون تتخلص. هو شحال يدي؟ هو جاب هنيني منا وجاب هنيني منا، سما هو دا شحال؟ دا 100000، انا تاني تطلع لي 100000، يعني اي واحد يجي من وراك تخلص عليه. مثلا هذا حميدو عنده جاب غير واحد منا ما جاب زوج، هو شحال دا؟ دا 50000، انا تاني طلعت لي 50000 تاعه يا جماعه. هذه خيره جابت زوج، جابت مثلا هكذا، جابت ثلاثه ولا اربعه، هادو كامل اللي دخلوا هادو راك تشوفوا، هادو ثلاثه هادو ثلاثه، هذا خلص عليهم وهذا خلص عليهم، هادو خمسه كاع هذه خلصت عليهم وهذا خلص عليهم وانا خلصت عليهم وهي رايحه يا جماعه. يعني اي واحد يجي من موراك ويدير هنيني بسببك انت وبسبب جماعتك ولا جماعه جماعتك تدي عليه 50، اي واحد يجي من موراك ويدير افير بسببك انت وبسبب جماعتك ولا جماعه جماعه جماعتك تدي عليه 200000 وهي رايحه يا جماعه. مادام الشبكه تكبر، مادام ناس جدد يدخلوا ويجيبوا ناس جدد ثاني تخلص وجماعتك يخلصوا كامل يخلصوا يا جماعه. كاينه حاجه برك يا جماعه اللي هي اسمها نظام التوازن، يعني ما تقدرش انت تدخل في الشركه وتقول باللي غادي ندير دراهم برقات، يعني لا عرفت روحك باللي غادي ندير دراهم برقات تسمى راك في الحرام. الشركه واش دايره؟ دايره نظام سموه نظام التوازن، يعني ماشي تخلي هذا يخدم هذا يخدم وانت تطلع لك دراهم ديريكت، لازم الدراهم اللي دخلوك منا لازم تواجه توازنهم عذرا، توازنهم في الجهه اللي منا، يعني توازن منا مع منا. مثلا عندك في الجهه اليسرى عندك نظام ثنائي، يعني زوج واحد هاك واحد هاك، نقصوا هكذا باش نفهموا، عندك واحد من واحد من يا جماعه، هذه الجهه اليمنى تتعمر هذه الجهه اليسرى تتعمر. مثلا في هذه السمانه الجهه اليمنى كانت عندك 600000 الجهه اليسرى 400000، ماهيش توازن. شا دير شركه تعطيك 400 منا 400 منا وتخلي 200 تقارع السمانه الجايه باش توازنها وتدي دراهمك. بالنسبه للشروط باش تخدم في هذه الشركه كاين شرطين فقط، الشرط الاول انك تدير الاشتراك تاعك اما هنيني وافر، الشرط الثاني ان عندك كل شهر يعني كل شهر تستهلك من الشركه 100000. هذا ما كان يا جماعه، يعني في الشهر هنايا كما تشوفوا انا اللي مستهلك 100000، كما تشوفوا السيكل ما عنديش دات والسيكل هنا مانيش خلصت شهر لكن راني سون دات، يعني كل شهر لازم تكونسومي هنا 100000 اما بالفليكسي اما بالكونيكسيون انا ولا دارنا ولا نبيعها ولا نخدمها كيما نحب. هذا ما كان الاشتراك وتكونسومي 100000 كل شهر وراك تخدم وراك تدير في الدراهم يا جماعه.
الدراهم يخرجوا كل سمعنا. تبغي تسحب دراهمك هاي لروتري، تقدر تسحبهم اما عبر الكاش، يعني كاش سي سي بي ولا كاش ولا خدمات الشركه كيما تحب انت يا جماعه، يعني امور شابه بالبزاف، ولا خدمات ولا ترانسفير. مثلا انا تعطيني 500 ونعطيها لك كاش كيما تحب انت اخويا. بون هذا واحد الشرح يعني مختصر على هذه الشركه، ما حبيتش نطول بزاف رغم اني طولت. المهم اللي حاب الفيديو المفصل حول الشركه وكيفاش يخدم من الالف للياء راني وريت لكم ها، ولا الفيديو فيه 18 دقيقه. نتمنى ان الفيديو تاعي قد افادكم. كل الروابط ان شاء الله راح توجدوها اسفل هذا الفيديو. الناس اللي حابه تدخل في هذه الشركه واللي حابه تخدم راح نترك لكم رقم الهاتف الخاص بيا والفيسبوك الخاص بيا اما في المدونه ولا في وصف هذا الفيديو ان شاء الله ولا في اول تعليق. جماعة ما تنساوش تابونوا، وصلوا هالفيديو 400 لايك، ونتلاقاو في درس قادم ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.